وفي ولاية إليزي شهدت مكاتب الاقتراع إقبالا معتبرا للناخبين خلال الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت. وخصصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 31 مكتبا و26 مركز انتخاب لتمكين أكثر من 60,000 ناخب مسجل من الإدلاء بأصواتهم السبت. يوم الانتخاب 7 سبتمبر تواجد الناس يعني توافد شيء بعد شيء، يتزايد المنتخبون. الحمد لله الشعب إليزي شعب واعي ما شاء الله عليه، وراهم يبداو يجوا في اداء الواجب نتاعهم. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله يكون فضل خير، ان شاء الله اللي هزناه ان شاء الله يخدم لنا البلاد ويريق لنا حوايج ويتهلا علينا ان شاء الله. وان شاء الله عام ان شاء الله مبروك مع النو والدنيا والحمد لله والبركه، ويا ربي يهنيهم ان شاء الله. ما بينا جو يفوتوا.